ايدك على بشاره. خير؟ قبضوا على البنتين بالمطار. لا اي والله. امتى؟ امبارح، ولقوا معهم كميه كبيره من الالماس. معناتها سهر كان سادة معي. والله زبطت معك يا خال. برايك هم كانوا شو اللي مشغلينه؟ خالو كله بده يهر. بكل الاحوال في زلمه رح يخبرني اول باول. يا رب يا رب يا رب. شو القصة؟ شو في؟ شغلة شغلة بتخصني، وإذا مشيت بدك تقولي للعالم كلها إنه أخي كمال بريء، بس ادعي لي. يا رب الله يوفقك. إذا بدك تخبر عمو نضال لا تخاف، خبرته. والله؟ إيه. صباح الخير. ما تواخذونا أجيناكم على بكير، بس هذا الموعد حطه الأستاذ كمال. أهلا وسهلا، إمتى ما حبيتوا؟ تفضلوا. تفضلوا تفضلوا. ميت اهلا وسهلا. اهلين طارق. اهلين فيك. امس سهل البنات انمسكوا على الحدود وروف انتهى. عن جد عم تحكي؟ امتى صار هيك؟ امبارح بالليل، هيك خبرني احمد. هلا الناس صار بتقدر تحاكم اندى الواحد بهالبلد. بتصدق؟ انا امبارح طول الليل كثير قلقانه، بس هلا لما انت خبرتني هالخبريه ما بتتصور قديش انفرجت. الحمد لله الحمد لله. كمال عن جد شكرا. شكراً من كل قلبي، وما بعرف إذا كلمة شكراً رح توفيك حقك. بالعكس، الشكر هذا المفروض أنت تسمعي مني. طيب، إذا بدك تشكرني لازم توافق على الطلب اللي رح أطلبه منك. أهلين يا رب. مرحبا. أهلا وسهلا. يسلموا هاليدين. تفضل بابا. أهلين بابا. يسلم 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 يسلموا هالإيدين. هذا لا تسألني يا عمك، هذا تفضل. تفضل. بدنا نطلب إيد هالصبية الحلوة لهالشاب الآدم. أهلا وسهلا فيكم أنسي سهر. أنا مالي أي قول، الموضوع بخص بنتي يارا. شو رأيك يارا؟ موافقة. ها وهي العروس موافقة، يعني هلا انتوا صرتوا بحكم المخطوبين. لشو خطبة يا نسي سهر؟ اثنين بيعرفوا بعضهم صاروا شهور وسنين. انا برايي كتب الكتاب والعرس هن بيحددوه. طيب بتحبوا نحكي بالتفاصيل؟ ما بعرف، انا برايي لا. يعني طارق ويارا مثل ما قلت لك بيعرفوا بعض من زمان ونحن شارينكم، والولد انا كثير بحبه، فالتفاصيل هي الغي لنا اياها. عن جد كثير شكرا استاذ كمال. يعني نحن منتشرف إنه الناس بناس مثلكم. لا نحن اللي منتشرف. أهلا وسهلا. طيب إذا هيك إمتى بتحبوا نعمل كتب الكتاب؟ هلا عمو إذا بدك. على شو مستعجل لفندي؟ ليش لا؟ خير البر عاجل. إذا ما عنده مانع الأنسسة. لا أي، أنا على قلبي أحلى من العسل. معناتها راح أروح أجيب مأزوم. الله معك. أنا بعرف واحد، تعال. معقول رؤوف يكون حاس اني انا اللي سربت لك المعلومات؟ انا بلشت خاف كثير من هالقصه. خليه يحس، صدقيني بكره بس تنفتح الدفاتر ما راح يفضل حدا، والله لبكي دم. يعني كتبتوا الكتاب كمان اليوم؟ اي ماما. ماما ليش عم تبكي؟ لانه من لما خلقتي وانا ناطره هي اللحظه قامت اجت وما كنت معك فيها. يا روحي انت، مشان الله حاجتك. ايه والله ما حدا بيلبسني الطرحة بيوم عرسي غير انت، بعدين رح نعمل عرسنا انا وياكي سوا. بس قولي. ايه لا بس ولا شيء، انا بعرف انك لساعتك بتحبي لبابا. خير بخير يا سكار. يقبروني هالعيون. هيدي الشرع. لا تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.